ضد المسيرات وضد كل الألغام، دبابة روسية مطورة للمشاركة في الحرب الأوكرانية، ويطلقون عليها الدبابة الوحش. القوات الروسية قامت بتعديل الدبابة T-72 وتجهيز هيكلها الخارجي بتجهيزات استثنائية لتواجه المقذوفات المختلفة مثل المدفعية عيار 155 ملي والمقذوفات الموجهة، بخلاف حماية إضافية ضد الدرونز، ورداً على تهديد أسلحة القوات الأوكرانية المتقدمة المضادة للدبابات. قامت القوات الروسية بوضع أقفاص المواجهة، وهي شبكات فولاذية موضوعة على برج الدبابة، وكمان تم تجهيز المركبة بشباك الجر التقليدية KMT-7 لتطهير حقول الألغام، وبكده بتكون الدبابة مجهزة ضد كل الأسلحة. لكن التعديلات أضافت وزن إضافي ويمكن تعيق إجلاء طاقمها في حالة الطوارئ. واضح ان التجهيزات الروسيه ما عجبتش رواد السوشيال ميديا اللي سخروا من الوحش الروسي الجديد. فمثلا تعليق من هلالي ابو ناصر كتب: يعني شلون يقدر او ازاي يقدر يحرك برج الدبابه، يدور برج الدبابه. كمان كان في تعليق من سيدار كسترون كتب وقال: وحش اعمى لا يستطيع التسديد.